في آخر تطورات فيروس كورونا، ظهرت سلالة جديدة لمتحور من الفيروس في أنحاء متفرقة من العالم. رصد الباحثون تغيراً في التسلسل الجيني لفيروس كورونا من النوع دلتا سريع الانتشار. بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا هي الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن. صنفت المنظمة السلالة الجديدة سلالة تبعث على القلق، أطلقت عليها الحرف اللاتيني أوميكرون. ويختلف المتحور الجديد عن السلالات المعروفة حتى الآن، ويقول علماء إن هذه أكبر طفرة استجدت في الفيروس، بمعنى أن اللقاحات التي صممت ضد السلالة الأصلية قد لا تكون فعالة معها. في هذا الموضوع أيضا قال رئيس شركة موديرنا لصناعة الأدوية إنه ليس من المرجح أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد 19 فعالة مع السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا بنفس قدر فعاليتها مع السلالة دلتا. وأثارت هذه التصريحات قلقا جديدا في الأسواق المالية بشأن مسار الجائحة. وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسل في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز: على ما أعتقد لا يوجد عالم تكون الفاعلية فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع دلتا. يأتي هذا بينما أعلنت مزيد من الدول حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها خوفا من انتقال السلالة الجديدة، بينما تم الإعلان عن اكتشاف حالات في بلدان عدة من بينها بلجيكا وبريطانيا وروسيا وبوتسوانا وهونغ كونغ. فقد فتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10%، كما هوت قيمة الأسهم في أنحاء متفرقة من العالم. إذ تضررت بشدة شركات الخطوط الجوية وتلك المرتبطة بالسفر، وتراجعت المصارف والسلع. ومن تفاعلات المتحور الجديد أوميكرون نقرأ: عصام الصالح يقول: الخوف أن يكون التطعيم ضد السلالة الجديدة غير فعال، فندخل في دوامة جديدة لصنع لقاح جديد وإغلاقات مجتمعية وتباطؤ اقتصادي مجددا لا سمح الله.